لان هذو الشباب اللي راهم يخرجوا دائما باش زعما يديروا احتجاجات يتولوا كان عندهم شغل كان عندهم اوكوباسيون ما يخرجوش للشارع. لو كان المشكله هذا تاع غردايه واش درنا؟ جبنا المالكيين وحطيناهم اكوتي تاع الاباضيين. لو كان درنا سفري لاك لا 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 بوليتيك تاع بكري باش يتخلطوا الغاشي تجيب واحد منا باش ما يكونش العزله مي ساكري دي بروبلام. تجبت اناس نحيد الاراضي المزاب مثلا وحطيت ثم مالكيين فهمت ومن بعد تو ياكري ان بروبلام اخويا. كل واحد يعيش وحده عندهم ثقافه المزاب عندهم ثقافه اونيك خليهم يعيشوا في الثقافه تاعهم يدينوا كيما بغاو كانت يعني منطقة حضارية اليونسكو هذيك لو كان يعيشوا بالزربية يعيشوا بالتراث يعيشوا بالتوريزم تو شوف كيفاش ولات الساعة هذيك اللي كانت الناس تجي من كل البلدان. الآن ما تقدرش انت لي زالجيريا ما يقدروش يروحوا ليها يعني عيب هذا فهمت. دونك خلي الناس تعيش خلي الناس تعيش كيما بغات. وكاين مثلا انوتر بروبلام اللي دخلت معاها مثلا انا قلت لكم الماك مثلا عنده ان بوليتيك تاعو اخويا انا جو مون فيش كيف يدير لا بوليتيك تاعو بصح نتايا فو با ترو في هكذا دي فيتيليتي بعد تروح عندهم بو لي زوتيليزي كيما دير المعارضه دير لك عين صالح دير لك هذه دير لك تيتيليزي اشياء تافهه بور ان كومبا بوليتيك. دونك نتايا المايك مثلا عنده ان كومبا بارتيكولي ما يفو با يوتيليزي هذوك اللي فيتوليتي. دونك مثلا الناس اللي فطرت في الشارع ومن بعد ناضت القيامه ناضت القيامه كان يسقسيني واحد يقول لك اسكو انت راك بور ولا راك كونتر الناس تاكل في الشارع. انا نقولهم جو سوي بور خلي الناس تاكل اي دونت كير يعني انا مثلا كي ندير رمضان تاعي كي ندير انا راني في امريكا الناس قاع 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 ما تصومش تخدم في بلاصه الناس تاكل قدامك فهمت. مين لو كان يكون الايمان تاعك قوي يكون الايمان تاعك قوي اخويا تصوم تصوم. الناس راهي تخدم في الدوم دي رستورون راهي تسربي الماكله راه يدير مساكن يشم الماكله هكذا يسربي الماكله وهو راه صايم. علاه؟ باسكو الناس اللي تجي عندك ما راهيش صايمه. دونك كيف تاثير انت طيب الماكله انت طيب الماكله باش تبيعها اوكي خدامين على شهرهم معليش يخدم بصح ما قالش انا رمضان لازم ما نخدمش في الماكله لازم ما نشوفش الماكله لان كاع الماكله راهي قدامك كاع 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 سبيشلي يعني امريكا كاع وين تروح كاين ماكله. دونك نتايا في مخك الناس اللي راه تاكل برا انايا ما تاثرش فيا اوكي. انتم تشوف واحد خمسه سته العباد كلاو ساندويتش انتم تصدموا ناط القيامه عليهم ها اسكو هذه تقبلها الناس. انا نقول لك الناس اللي عندهم كما نقولوا الكوراج والناس اللي عندهم يعني كما نقولوا رمضان تاعهم يوصل ان شاء الله. الناس هادو تاع الخارج تاع البلدان تاع فرنسا تاع امريكا تو ولا تاع كندا تو راهم يصوموا ويشوفوا الناس كاع راهي تاكل. شوف القوة هذه اللي عنده الإنسان هذا باش كي ياكل يكون فخور كي يصوم بل كي ياكل هذا العشية يكون ممسي. أنا كنت خداميتو نشوف الناس نشوف اللبسة نشوف الشراب نشوف كلش بصح هذا التأثير ما يكونش عليا لأن النفسية تاعي قوية. نفس الشيء في البلاد نفس الشيء في البلاد إلى واحد ما نسقسيكش أنا اسكو راك مريض اسكو على راك تاكل ما نسقشيكش الا بغيت تاكل هذاك بينك وبين مولاك. دونك على راني
نهضر على هذا الشيء، لان الناس هادو ممكن واحد منهم ولا عشرة منهم يكونوا تاع الماك مثلا، ولا يكونوا تاع ماشي تاع الماك، نقولوا يكونوا مثلا جروب واحد اخر. انا نبعث لك نخلص الناس 10000 الواحد ولا 20000، نقول لهم هاي راح تاكل قدام الناس. هو يروح ياكل بالنيه تاعو، يشوفوهم هذوك تاع اللحيه تنوض القيامه، ومن بعد اي نخلقوا مشكل بين الكريتيان وبين المسلمين، بين السنه بين نعم اي كيف تبدا نار هذا النار تشعل. كي تلقى مشكله انت ما تفهمش، انت تقول هذا السيد كلا ما على باليش، انا يا نحكمه، انا يا نحكمه. كما في الباكستان يشوفوا واحد كلا في طريق وقال 90 جلده، فهم شغل. هما الرسول هما اللي بعثهم سيدي ربي باش يديروا القران، هما ما حقيقه ما راهمش يبراتيكيو، فهمت. واحد يقول لك هذا لازم يموت، كما هذاك حماده شامي يقول لك هذا لازم يموت، شوط ولا هو اللي يدخل للجنه، فهم، هو البواب تاع الجنه، فهم. ومن بعد على الصايمين يقول لك لازم الدوله تدخل، الدوله ما تدخلش. كي يقول لك واحد البند الثاني الجزائر دولة إسلامية، أوكي الجزائر دولة، دين الدولة الإسلام، أوكي ماشي إسلامية، دين الدولة إسلام. أخويا أنت يا إلا حسيت روحك تنتمي إلى الشعب، تنتمي إلى الدولة، أخويا براتيكي. إلا حسيت روحك راك إن مينوريتي اللي ما عندهاش الحق في الدولة هذيك، اخويا براتيكي لا ريليجيون تاعك، حتى واحد ما يهضر لك، لان كاين بوند اخر في لا ميم كونستيتيوشن تقول لك حق الشعوب، اوكي، وحق العقيدة والمعتقد. نتايا الى تعبد الصخرة، يجي واحد عندك يقول لك اخويا الصخرة هذه ما لازمش تعبدها، منا إلا سمعت له، اللهم بارك، إلا ما سمعتناش كمل عبد الصخرة تاعك. دوك حنا هاد الثقافة هذا مازال ما عندناش. دوك كي توصل الثقافة هذيك للمخ تاعنا، نقول كيفاه؟ ما نقدرش نقنعو، فهم. من في الإسلام يقول لك إلا ما تقدرش تغير حاجة بيديك ولا بلسانك، أخويا في مخك دير روحك، ولا في قلبك دير روحك باللي بدلت هذا الانسان. هذا في الاسلام، لو كان نتوما تقراو الدين تلقاوها. دونك الناس اللي راهي تكون متعصبه جات لتيزي وزو ودارت لا مارش من الدوله لازم تدخل، وداروا افطار جماعي، تو هاي كيفاه هما يحسبوا رواحتهم مختلفين، والناس هذوك اللي داروا الصباح كلاو يحسبوا رواحتهم مختلفين. نورمالمون كل واحد عنده الحد تاعو. ايليك دونك الا بغيت تعبد اللي بغيت، فهمت. ومثلا ولينا القصه، شوف يعني قصص واحده مور الاخرى، كان منيجي نفس القصه، الخمور نفس القصة، قانون الأسرة نفس القصة، رمضان نفس القصة. دونك طاحوا هذه تاع الغردايا باش يديروا مشكل. لازم انت كل البلدان اللي طاحت بمشاكل دينية، ما في اوروبا كاع الحروب اللي ناضت بصح الحروب الدينية استنزفت البلدان. دونك انت يا كي تخلق مشكل ديني في الجزائر البلد يروح. دونك حنا في التسعينات لو كان ماشي مشكل ديني ما يكونش المشكل هذا،
ما يكونش. لو كان نتايا كاع الاحزاب ديرهم احنا فتحنا على الديمقراطيه بصح ما قلناش للناس فو با توشي على اشياء مثلا تكون الا انت تقول 99% من الجزائريين كاع المسلمين علاه نتايا دير حزب اسلامي. يعني هذا تناقض الواقع. الا تقول انت 99% من الجزائريين مسلمين وسنه دونك انت تناقض هذا لو برينسيپ هذا دونك ما ديرش حزب اسلامي. انا الا كل الشعب الجزائري مسلم اوكي على انت دير حزب باش ترجعوا للاسلام. والناس مثلا تقول لك حنايا 98 99% بلد اسلامي وتلقى لا كونسوماسيون تاع الكول لا كونسوماسيون تاع الكول رانا البلد الثاني في افريقيا اوكي. دونك كيفاه لازم انت يا دير مثلا حنا نمبورتيو طون ونبرودوي طون وين يروح البرودوي هذا الى اين يذهب الى اين يذهب. دونك انت يا لوجيكمون كاين اكثر من 60% تاع الناس في اون الجيري كونسوميو الكول. دونك يناقض لازم انت تدير حسابك دير حسابك انا جامبورت طون دير حسابك باللي الى مثلا 3 بيار على اون بيرسون صافي 60% تاع الناس راهي تشرب يوميا. ماتيماتيكمون تحسب تلقى هناك تناقض مع النظرية باللي الشعب الجزائري كله مسلم. دونك مؤمن 98% مؤمن بصح مسلم كاين ناس ما يامنوش كاين ناس ديكريتيا كاين ناس خويا خلي الناس لو كان تبين كل الناس دير العقيدة تاعها بلا ما تفورسيها بلا ما تفورسيها خلي الناس اخويا لان على امام هذاك الكريتيا هذاك الكريتيا كي تخليه يدير الشغل تاعو والله العظيم ما ياكل في الطريق لان خلاص على باله باللي حقه على باله باللي حقه يقدر ياكل في الطريق. واحد مثلا عنده رستورون كريتيا يحل اخويا في الاون الجيري سي با ان بروبليم. كيف يكون احنا كيف نديروا السياحه كيف غدوه نديروا سياحه كيف يقول لك واحد لازم نغلقوا لا ما تقلق الدوله ما تدخلش هذا الشيء في العقائد تاع الناس. انت راك صايم اخويا ما تروح ما تاكلش الواحد راه ما راش صايم ما راش صايم يخليه ياكل يروح يشري باتيسري حياه عاديه كما راه هنايا نشوفوا اسكو نتوما عندكم القوه هذا والنفس تاع الناس القويه باش تشوفوا كاع المحلات كاع الريستورون محلولين اسكو تشدوا رواحتكم قالك ربي ربي يعطيك هذا الشيء اسكو تيستيك يشوف اسكو فرا الا كلش مغلوق الا كاع لي ريستورون مغلوقين انت ترقد تنوض على 12 ولا تنوض على 2 من بعد تروح تفطر هذاك ماشي اسلام هذاك هذاك ماشي صوم هذاك ماشي صوم ما انت ما تيستيتش روحك ما انت ما درش الامتحان لروحك اسكو تقدر تقعد وتشوف الماكله وتشوف لان كي تكون هاد الاشياء كي تكون هاد الاشياء كي يكون الخمر ترى ما ان بارتو وانت تحكم روحك ما تشربش اي لك انت الحسنه شديتها من ثم بصح الا ما يكونش تقول خلاص ما كانش الخمر بلد ما كانش الخمر ايتو دونك واش حكمت روحك من اي شيء الدين تاعك ناقص. نفس الشيء مثلا تكون وحده متبرجه راهي تمشي في طريق انت غض البصر اللي قال لك في القران غض البصر دونك انت تحط راسك تجوز هذيك المره دونك انت الى كاع ما تجلباب الى كاع شوفوا نقائص في الدين تاعك الى هذه الاشياء ما راهيش موجوده في الثقافه تاعك
اوكي دونك نتايا لم تجتنب من هذه الاشياء اوكي دونك نتايا الدين تاعك ما درتوش يعني باكمل باتم معنى الكلمه. الدوله نحات لك الخم، الدوله نحات كل كاع لي ريستوران يتغلقوا، الدوله كاع لي باس يكون مثلا مثلا انت ما درت والو. من نورمالمون الدين لازم تبراتيكيه نتايا، تشوف الماكله صوم، تشوف الخمر جامي تروح عنده، تشوف الفواحش جامي تروح عندهم، تشوف وحده متبرجه تحط عينك، فهمت؟ غض البصر. نورمالمون انا راني نشوف هكذا، جوز وحده اول مره نشوفهم بعد نحط عيني، هاي كيفاه الدين يقول لك. ومن بعد الناس اللي بغات، الناس اللي بغات تلبس، الناس اللي بغات تعيش، وكاين كما نقولوا كاين دي ليميت، كاين دي ليميت، فهمت؟ لان علاه الاكستريميزم يخلق لك نظر اكستريميزم. انا شفت صور في المغرب المثليين هذوك، وش انا راني ضد بصح اشياء غريبه، اشياء سي با لا كولتور تاعنا، سي با لا كولتور تاعنا، فهم؟ دونك اشياء راهي دونك واش يديروا لك هما باش يتغلغلوا في لا سوسيتي تاعك، يتغلغلوا في الثقافه تاعك. اي لي كيفاه يتغلغلوا في الثقافه تاعك؟ لازم يرمي لك حاجه بور تو بيرتوربي. من تاع لو كان تكون مع الكريتيا هذاك اخ واخ، تكون مع الاباضي، تكون مع هذوك لي شوز ما يقدروش يدخلوهم في الثقافه تاعك. كما قلت الاكستريميزم يخلق نظر اكستريميزم. الناس اللي تقول لك الجلباب هذه وهذه وهذه وهذه، والناس عيت من هذاك التعصب يروح يدير اشياء غريبه. لو قال لا رانا نخلقوا إيه كيف كيف، ما هنا كيف كيف، كاين متعصبين في الدين وكاين اشياء غريبه يخلقوها، لان عياو من هذاك الضبط، هذاك الديكتاتور هذاك الريليجيوس، فهمتوا؟ دونك هاي لك المشكله اللي بدات راهي تصرا في البلاد، يخلق لك مشكله من بعد هذه الطائفه تروح بروفون دو كيم، بعد الطائفه هذيك تزيد تهضر، ومن بعد هذاك يزيد يهضر، هذاك يزيد يهضر، ومن بعد واش صرا؟ يكون التناحر هذاك هاي لك. بغينا الشرارات هذه تكون على لا، ما قدرناش. الجزائر متلحمين، عندنا الاخوه متلحمين. دوك بكري كانوا يلعبوا بهذه الامازيغيه، يلعبوا بهذيك الاشياء تاع اللغه منا. الدوله كيف فتحت الابواب على الامازيغيه، هذوك الناس ما لقاوش واش يديروا، ما لقاوش بكري ما تقدرش تحضر يعني الان تعدى بالامازيغيه لي كاسيت لي شان لي جورنو. انت شوف يعني استناكي، وما زاد كون للقدام ان شاء الله. دونك حنايا الى ما لقيناش هذا التوافق بيناتنا، حتى واحد ما يجيب لنا توافق جامي. بدات هذيك كما نقولوا الفتنه هذا بدا في المالي، باش يديروا الازواد وحدهم ما قدروش، لان الازواد الا ولا وحدهم نجبدوا توارق، نجبدوا النيجر، نجبدوا باش نديروا بلد الازواد ولا التوارق، ما قدروش. دونك لا ريوسي تاع الجيري كي وحدت الغوفرنمون تاع مالي استناكي بور الجيري تو، لان واش يديروا؟ يجبدوا روحهم من النيجر، من مالي، يجبدوا روحهم من الجزائر، شويه من ليبيا، خلاص رانا ستامبي وحدنا توارق. هايك واش بغا؟ دونك انت الا ما تلقاش، حنا في الجزائر يكون صعب عندنا توارق، شناوة عندنا الشاويه، وعندنا القبائل، عندنا العرب، عندنا يكون صعيب، فهمت؟ يكون صعيب لو كان يبدا هذا النش هذا، يكون صعيب. كل واحد يجبد يقول لك وين حنايا، شكون اللي عنده لارمي؟ سي الجيش، سي اللي الشاويه،
فهمت؟ دونك لازم حنايا فوكاردي لي ليميت، فوكاردي لي ليميت، فهمت؟ واحد حاكم لك الجيش، واحد حاكم لك لادمينستراسيون، واحد حاكم لك البيزنس في اون الجيري. دونك تكون مشاكل، كل واحد يجبد روحه، تسحب دراهم منها يشريو السلاح. الجيش عنده ديجا ان ايكيبمون ميليتير، وهما لا ماجوريتي شاويه. دونك ما لازمش ندخلوا في هذه الظروف هذه، فهمت؟ دونك حنايا نفس الشيء اللي صارت في سوريا، لي جون اللي راهم حاكمين الجيش العلويين، كاين ديبتي هكذا، يعني كاين مشكله، كاين ان فري بروبلام من بكري. دونك ما لازمش حنايا ندخلوا في نفس المشكله، ما لازمش. صرانا كيما مشاكل تاع المنطقة الأولى، المنطقة الثانية، الناحية الأولى، كل واحد من حكم، فهمت؟ أوروزمون في 2004 في 2003 العملية لا ديميسيون، لأن أنا حاكم أن بول راح معاه أن كونديدا، لوطر كونديدا حاكم معاها نوتر بول ميليتير، سيت أن فري بروبليم. كي يكون دي كونديدا هكداك عندهم أون بويسونس ميليتير معاهم، هاي كيفان الجيش تاعنا يتشتت. او لازم الفو ميو انت تنحي قائد ناحيه عسكريه، تنحيها على روتريت، ولا تقول له تمناسيها يخرج، او ليو يدي معاه الجيش هذاك يديه في الهاويه بور ان كونديدا بوليتيك. لان الجيش وحده ما يقدرش. هما في 2004 قرب صارت هذه الاشياء. المهم تهلاو في رواحتكم، كما قلت نكملوا على هذا لا ديسكوسيون بعد ان شاء الله، ديروا مقارنه كبيره مع الناس اللي راهي الان افيك ان سافوار سور ليكونومي لا جيو بوليتيك الحاليه، والناس اللي كانت بكري لو كان مشينا في الطريق تاعهم كيفاه، اسكو اون فاريوسير ولا لا. لان قلت لكم الطرق الاستعمار والامبرياليه نفسها، واش تبدل؟ كاين الانترنت، لي تيليفون، لي بورتابل، تو. دونك كيما نقولوا نروحوا اكثر للناس اوليو بكري في الخفاء، الكاجيبي ستايل، ما يقولوا الكاجيبي ستايل يعني تحت التحت يديروا ديزاكت سكري تو. الان ما بقاتش هذه الحرب، هذه دير هكذا فقط ان ايميل كاع الناس تشوف. اي تهلا في رواحتكم، ان شاء الله يكون الخير. أيه.